خوتي مغاربة، السلام عليكم. اليوم السبت 16 أكتوبر 2021، ككل يوم سبت قويميجا لوريدات الحياة زوينة بزاف عاد. الله يطول لكم العمر والله يسر أموركم. فقط صباح بكري دير مع شي إخوان، غنمشي ندير الرياضة كيما حليت باب الدار، وهي تعطيني ديك ريحة الدخان ديال كيحرقوا الأزبال وداك الخنز. سمحت في الرياضة ورجعت كملت نعاسي. هذاك شي علاش صباح الزبل، صباح التلوث، صباح الخنز، صباح ما عرفتش شنو. السيد والي، السيد رئيس المجلس الجامعي لمدينه اكادير، تكرفستوا علينا وحشومه عليكم. كتعرفوا الموضوع ديال هذا الفيديو اليوم هو الباركينغات. قاولتكم بانني غندير واحد السلسله ديال لي فيديو باش نفكوا هذه الكبه ونعرفوا الخبايا واش واقع في هذا الموضوع ديال لي باركينغ. لما درت الفيديو قلت ما تخلصوش لي باركينغ، خرج جيرون ديال الشركه، كنعاود ناكدها، لو جيران اما مشكره راه هو اللي دويت عليه المره الاولى، وغادي ندوي عليه بالتدقيق والصيل وكيفاش وشنو الصيله بين هذه وهذه. هادشي جاي في فيديو اللي هو بالتدقيق ديالو. لما تكلمت على هذا الموضوع خرج لو جيران، خرج عينيه، كيهدد، كيغوت، كيعربض، وكيعطي حقائق اللي كلها اكاذيب، وكيتهمني بانني انا اللي كنكذب. باش نوضحوا لهم بان هذا السيد راه تيفتري علينا، تيفتري علينا كذب. هذا السيد ما غاديش نتساهلوا معاه، ما غادي نمشيو معاه بعيد. شنو دابا لهاد الشركه هذه اللي كتاخذ الصفقات وكتاخذ كلشي جهه تسمى السب بواحد الطريقه ما مفهوماش؟ وكي قانونيا كيقول لك راه جات شركه وهذا، ولكن من غير قانوني ولا من غير بشكل غير رسمي كاين ما يتقال. وغادي تشوفوا فيديوهات وغتشوفوا تصريحات وغتشوفوا شهادات ديال الكارديانات وديال الناس. المهم حنا جايين لهذا الموضوع حاجه بحاجه، وكل حاجه بوقتها. كتعرفوا ناضوا واحد المجموعه ديال الشركات كيعطيو وكيقولوا شي حوايج اللي هي خطيره. هاد الشركات ناضوا داروا شكايه في 10 شتنبر 2020، 11 شركه وطنيه، وكيشكيو للسيد والي جهات سوسمسا، وكيقولوا بان شوفوا راه مضي وكل شيء مليغاليزي، كل شيء مقال. وكيقولوا بان هاد الشركه ورئيس الجامعه ديال اكادير راه كاينه شي قضيه ديال الرشوه، وكيتهموا زعما هذاك الشيء بالكلمات بكل شيء بان عموله دسمه لهذا. المهم داك الشيء هذا. والغريب في الامر، شوف اتهامات خطيره، الغريب في الامر السيد الوالي ما كيحركش شي قضيه، فتح شي قضيه ولا شي بحث ولا شي حاجه في هذا الموضوع، السكات. الشركات عيون ينقصوا، ما صوروا حتى حاجه. عرفتوا كون انايا غشوي كوك من هادشي 0.001%، ماشي كون النيابه العامه، كون كلشي ناض وقربانه ناضت. ها هو اتهام بالرشوه لرئيس الجماعه ديال مدينه اكادير، حتى حاجه ما تحركات. علاش؟ الله اعلم. نبقاو في هذا الموضوع. كتعرفوا بتاريخ 13 يونيو 2020، يوم السبت، انا ما عمري عرفت منك كيخرج قرار ولائي نهار السبت والولايه كتخدم نهار السبت. المهم ناس حادقه، ناس باغا الخير للمدينه والخير للمواطنين، كيخرج واحد القرار ولائي وكيقول يرخص لشركه بروماتراف باحتلال قطع ارضيه تابعه للملك العام البحري بشواطئ كل من اموران 1، 2، 3 وتغازوت، وهذا قصد استغلالها كمرائب او كراء المظلات والكراسي. والرخصة غتسالي في 30 شتنبر 2020. ولكن هذا القرار الولائي ما فيهش اولا واش كان شي طلب عروض، علاش جيتو عطيتو لهاد الشركه بروماتراف هذاك المارشي ديال البحوره كلهم ديال اكادير، ديال الباراسولات، ديال الكراسا، ودير الباركينغ، وتاخذ كلشي باش من حق واحد السيد الوالي، هذا هو اللي عاطيها. ثانيا باش من حق تعطيهم قرار ولائي وما تحددش وما تقولش الباركينغ فيه 100 متر طولا و50 عرضا ولا ما عرفت شنو، عطيتيهم البحوره والشواطئ، يعني اي واحد بعتي لهم اكادير وصافي، عطيتيها لهم هديه. والثالثه ما مكتوبش الثمن بشحال هاد الصفقه، الا كانت صفقه دازت بشحال، مشيت للخزينه، مشيت للبلديه، مشيت كنقلب ما لقيتش وتقول شي حاجه. داكشي علاش نط في 25 شتنبر 2020 وكندير واحد طلب حصول على المعلومه، راه ها هو بالمواصفات كيف بغات الداخليه، وداكشي عمرت الفورمولير ودرت هذا ومشيت، المهم درت كلشي خصو يدار من 25 شتنبر 2020، ودرت تذكير. السيد الوالي ما بغاش يجاوب، كيفاش بغيتوني ما نسالش اشنو كاين بين المسؤولين ديال المدينه ديالي وهاد الشركه بروماتراف، وكيفاش تعطات الصفقه الفلوس فين مشاو؟
كتعرفوا ماشي هما اللي جابوا لي رولاكس وهما اللي جابوا الباراسولات وهما اللي جابوا، لا مشاو عند هادوك اللي كاينين تما وفرضوا عليهم واحد الاتاوات. غادي تخلص انت يوميا قد، وانت في الباركي قد، وانت قد، وصافي انتما غتخلصوا. دونك هاد الشركه شنو دارت؟ جمعت الفلوس. وكاين الفلوس واش لي جمال عيونها ولا سواد عيونها ولا علاش عطيتيها هي بالضبط؟ كيفاش تعطيهم وما تحددش الثمن؟ شكون كاين؟ المهم هنا التساؤلات كيطرحوا، وكنقول للسيد الوالي راه ما يمكنش، وجاوبني انا الدوله كتعطيني هذا الحق دستوري طالب الحصول على المعلومات، تعطيني المعلومه ما بغيتيش تعطيها ليا، يعني من حقي نتسائل اشنو بينكم وبين هاد الشركه بخوما تخاف. دونك تساؤلات مشروعه، وعلاش هاد الشركه هي اللي كتاخذ كل شيء بجهات السفسه؟ مزيان كتعرفوا هاد السيد هذا كيخرج عينيه في التصريح الصحفي اللي دار، وكيهدد وكيعربض وكيعطي واحد العدد ديال الاكاذيب. المهم بغيت نحيي كل شي الناس اللي كيعيطوا كيقول لك رضا راه حنا خايفين عليك، راه عرفتي هذاك مع من كيخرج، مع من كيسهر، مع شكون اللي كيعرفوا. هذا ما كنتكلمش على هذا اللي شفتو، لا الباترون ديالو وناضو كاينين الناس كاع السربايا، وهذا اللي كيقول لك لا راه كيجي يشرب قهوه راه شناه مع الجهه الفلانيه راه جاو شربوا قهوه راه هما تعشاو هنا راه قال هذا راه البيكوب كتخرج الصباح من المارشي الكرو هز الخضره والديسير ودازت على شي ديور كتفرق وبعد داكشي. المهم كنتمنى هادشي يكون غير اشاعات وصافي. وعاوتاني كاينين الناس كيقول لك رضا عندك حضي راسك راه كيستعملوا داكشي ديال الاجرام، هذا اشاعات يمكن هادشي، كان حنا في دوله الحق والقانون ما يمكنش شي واحد يجي ويدير شرع عيدو. واخا الكارديانات واخا البهلوان اللي كان في المجلس البلدي قال شي حوايج، عاوتاني مره اخرى نخليه دبر راسو. شوفوا معايا هاد السي اشنو قال عاوتاني من غير اود ان اخرج بهذا التوضيح للراي العام فيما يخص هاد الهجمه الفيسبوكيه التي يشنها بعض العدميين. هناك عدميين ياك اخويا، العشرات الاف ديال المواطنين المغاربه اللي انتقدوك في مواقع التواصل الاجتماعي من بعد هذاك الفيديو اللي درتي عدميين. سير الله حشوم عليك، لان العقد ساري المفعول، ليس هناك مرابط بالمجان في مدينه اكادير. انا كنعاود نجدد النداء ديالي للمواطنين بمدينه اكادير وزوار مدينه اكادير، عافاك ما تخلصوش لي باركينغ راه هما كلهم بالمجان. الشركة ما احترمتش دفتر التحملات، الشركة الصفقة ديالها سالات نهار 29 ولا 28 شو تنبير 2021، كيفاش تخادت شنو دار وداكشي بوحدو. مخصصة لوقوف العربات والدراجات بجامعة أكادير في 29 دجنبير 2021 وسأعطيكم نسخة من هذا العقد. ياك أخويا ما بانتك غاديك الوثيقة المشبوهة اللي سيناو معاك المجلس البلدي والصيب الفقيه، هذه هي اللي بانت لي. وهاد الوثيقة هذه ما بانتش لك السي كريمي، هاد الوثيقة 25 جوان 2021، يعني من بعد هذاك الكونترا اللي درتي انت والبلدية. وهاد الوثيقة هذه صيفطها رئيس المجلس البلدي إلى شركة بروماتخاف، الى السيد قسم الشؤون الاداره القانونيه، رئيس المنطقه الحضاريه، صيفطها لكل شيء السلطات المحليه وكيبلغهم بهذا القرار. هذا القرار شنو فيه؟ واسمعوا مزيان، دونك هادشي ما بغاش يبينوا. هذا القرار كيقول لك بان لما سينا هو ديك الوثيقه اللي بينوا كيقول راه تزادوا لنا 3 شهور، بعدا بغيتو تعرفوا علاش ديك 3 شهور؟ لان السيد وزير الداخليه لما جات كورونا كاين بعض الاسواق بعض الجوايه اللي تسدوا وممنوع شي واحد يدخل ليهم ولا شنو، هذاك الشيء علاش قال كاينين الناس اللي عندهم لي باركيون تضروا وراه غادي نعطيهم واحد 3 شهور زايده. هما البلديه ديال اكادير باش تعرفوا الخواض كاين، ناضوا دخلوا من هذا الباب هذا وزادوا ليه 3 شهور ياك. اش كيقول السيد الوالي؟ الوغ في 25 جوان 2021 هادي ما بينهاش لينا سي جيرون ديال بروماتخاف، ما ورناش هاد الوثيقه هادي. هاد الوثيقه شنو كتقول؟ بناء هذا السيد بالفقيه كيخبر مول شركه بروماتخاف وكيخبر السلطات المحليه بناء على ارساليه السيد والي جهه سوس مسا وعامل عماله اكادير ايداو تنان رقم 2092 بتاريخ 20 افريل 2021، يعني ايام من بعد ما سيناو هما هذيك الوثيقه، الوالي كيدير واحد المراسله، والمراسله الوالي الى رئيس الجماعه ها هي تاهي
كيقول فيها غتحبسوا هذاك الشيء وراه داك الشيء غير قانوني. انا واش كيقول في 20 ابريل 2021 في شأن تسجيل تعرض بخصوص الملحق 5926 بتاريخ 22 ابريل 2021 المشار اليه اعلاه. علاش كيقول السيد الولي غياب ما يفيد تحقيق شرط الاغلاق التام للمرفق العمومي خلال الفتره المعينه وعدم سلوك مسطرات مراجعه دفتر التحملات وفق الاجراءات الجاري بها العمل قبل اتخاذ القرار القاضي بالتمديد. يعني الولي كيتعرض لهذاك القرار ديال السيد رئيس المجلس الجماعي ديال اكادير، ورئيس المجلس الجماعي ديال اكادير في 25 جوان ها الوثيقه حتى هي كيقول بروماكاف الغي داكشي وسير شوف مع الولايه راه هذاك الشيء محبوس. دونك اش من كتقولنا حتى لراس العام، حنا دابا ما دويناش على بان راه داك الشيء غير قانوني وبان راه ما احتفظتيش بفطر التحملات وبان انا جبت لك ثاني قرار ديال البلديه وكتخبرك بان هذاك راه ملغي. واش باش كتخلصوا عندنا دابا هنايا في لي باركينغ؟ باش من حق كتخلصوا عندنا في لي باركينغ؟ باش من حق الطوموبيله ديالكم الرماديه كدور كتجمع الفلوس الروسيطة كيسميتيها من عند الكارديانات، ويا ويلو اللي ما جابش الروسيطة اللي هي مفروضة عليه يوميا وكاين اللي عنده بالاسبوع. علاه؟ باش من حق. نمشي لحاجة أخرى، السيد مدير الجهوي للضرائب، السيد المدير الجهوي لإدارة مراقبة التراب الوطني، كتعرفوا هاد الشيء سيديو كاش الفلوس. ما كاينش شيك، ما كاينش طريطه، ما كاينش التزام، الخناشي ديال الفلوس يوميه اللي كتجمع، كتجمع في الباركينغ ديال اكادير وكتجمع في محلات اخرى، نفس الشركه راه كتجمع عاوتاني في انزكان وكتجمع في صفقات واحدة اخرى. والسيد كيتكلم اوضح بان شركتي لها عده تعاقدات وطنيه لا تقتصر على مدينه اكادير فقط، ما يزيد على 100 تعاقد داخل ربوع المملكة ابتداء من الشمال إلى الجنوب. قال لك أكثر من 100 صفقة اللي كاينة في المغرب اللي عنده، الله يقوي الخير، يعني هادو الملاير بالكاش كيدخلوا. علاش كنقول لمدير الضرائب ومراقبة التراب الوطني؟ لأن الكاش خطير، يقدر يستعمل في الإرهاب، يقدر يستعمل في شراء الممنوعات، يقدر يستعمل في المخدرات، يقدر، هادو غير احتمالات، أنا ما كنتهم تحد، غير احتمالات. يقدر يستعمل في بزاف د الحوايج. واش هذا الكاش اليومي اللي كيدخل بالخناشي بالملايين الدراهم، راه حنا ما كنتكلموش على 5000 درهم يوميا ولا 10000 درهم، حنا كنتكلموا على ملايين الدراهم الكاش ليسبيس. هاد الفلوس هادو واش كيدخلوا لهاد شركه بروماتراف وكنشوفوهم يوميا في الكشوفات ديال الحسابات البنكيه ديالهم ولا لا؟ انا بغيتكم نتوما ديروا خدمتكم وتخبرونا واش كاينين هاد الملايين الدراهم يوميا كيدفعوا بليسبيس في الحساب البنكي ديال هاد الشركه. اولا، ثانيا انا بغيت نعرف هاد الشركه كاينه واحد التخربيقه اللي ما مفهوماش. السيد رئيس المجلس البلدي في هذا القرار ديال 25 جوان كيقول ياك مقرها الاجتماعي بتجيره انزكان، ياك عملت انزكان وبالعنوان في الكاشي ديال هاد سميتو الكاشي اللي عندهم اللي في الصفقه كاينه في مراكش شركه وليسي وكلشي. هادشي قلبناه مع محاسب اللي هو خبير في هاد الامور هادي وقلبنا لقيناها كاينه في مراكش، والشركه ديال الانزكان وديال انزكان سدوها وخلقوا وحده اخرى بنفس الاسم في مراكش. هذيك الشركه ديال مراكش من 2018 الى يومنا هذا ما دفعتش لي بيلون ديالها في المحكمه التجاريه. كيفاش مديريه ديال الضرائب الى هما ما ديكلاراوش من 2018 ما ديكلاراو والو في لي بيلون ديالهم، لي بيلون ما حطوهمش، كيفاش كتامبوزيو عليهم الضرائب؟ شحال ديال الضرائب خلصوا؟ هادشي هادو اسئله غادي كنطرحهم عليكم، وكاين عناصر الاجابه من بعد، كل حاجه بوقتها. واش ماشي كنلعبوا بالخطر؟ ملايين الدراهم نورمالمون كتدخل، كيقول هو بان عنده اكثر من 100 صفقه، خاصنا هاد الملايين الدراهم نشوفوهم كل صباح في البنكه وفي الكشوفات البنكيه محطوطه. علاش لي بيلون ما تحطوش؟ هادو تساؤلات كبيره، وحنا راهنا كنلعبوا كبير بزاف عاد، ما كنلعبوش 4 دريال، ماشي حتى من بعد عنده اي مدون تجاراو لا راه شي ما كان تحد، ولكن الكاش
راه كيعلم شي حوايج خايبه. ها هما مشات يمكن المخدرات، المتفجرات، الارهاب، ما عرفت شي حاجه. لا، الدوله كتحارب هادشي ديال الكاش، وبغينا كلشي يكون مقنن وكلشي يدوز على البنكه. بغيت نوضح للراي العام بان هاد السيد هذا عبر هاد الفيديو اللي دار راه تسبب للشركه في خسائر ماديه طائله. الحمد لله اللي هو اللي كيعترف وكيقول من بعد الفيديو ديالي الشركه ديالو تكبدات خسائر فادحه، داكشي كثير بزاف عاد الفلوس اللي مشاو ليه، واخا كيجمع الروسيطه مشاو ليه فلوس بزاف. يعني هاد الشركه كتدخل فلوس بزاف من الباركينغات، انا ماشي انا اللي قلت، هو اللي قال، ولو مثبوته بان الاموال طائله كتدخل. كتعرفوا المغرب الا بغينا نبنيوه اليوم كنا كنغوتوا على السبيطار، كنغوتوا على الطرقان، كنغوتوا لا الحفاري، لا المغرب ولا بلادنا ولا اي بلاد ما يمكنش تبنى ولا تزيد لقدام بلا الضرائب. اليوم حنا امام تهرب ضريبي ضخم. باش نوضحوا لهم بان هذا السيد راه تيفتري علينا، تيفتري علينا كذب. هذا السيد ما غاديش تسهلوا معاه، غادي نمشيو معاه بعيد. وبالنسبه اللي راه غادي تمشيو معايا بعيد ولكم ثقه في القضاء وهادشي كله، ما بجهدكم ديروه. انا مواطن بسيط، مواطن كيحلم بواحد المغرب جميل، واحد المغرب اللي هو افضل من هذا اللي كنعيشوا فيه. ما بقيناش بغينا الشفاره، ما بقيناش بغينا الناس اللي كينهبوا الاموال لا ديال الدوله لا ديال المواطن، ولا شي واحد اللي كيستعمل اساليب غير هكا خرج تعشى مع هذا باش ينزل عليه لغدا، ولا نصيفط ليه كيلو ديال الخضره ولا ديال الديسير ولا ديال الحوت ولا ما عرفت شنو هو لدارو باش غدا يوقف معايا. داكشي كله ما بقيناش بغيناه، ولا الاساليب المافيوزيه، ما بغينا حتى حاجه. انا مواطن عادي، الله يرحم الوالدين، سير معايا دقه دقه، تخرج العينين وها وداكشي ما عندناش معاه، الله يرحم باك عافاك علاقاتك، وكتعرف انت كلشي وعندك اموالك وعندك الجهد ديالك. انا كنقولها لك عاوتاني، انا واحد مواطن بسيط وحرض ودار الفتنه، ودار الفتنه. الناس دابا ما تلاتش كتخلص الباركينات، ولات الفوضى نايضه في المدينه. ويلي اش من فوضى واش من فتنه كاينه في اكادير؟ وانا هذا الصباح تساريت بانت لي الامور هانيه، كل واحد مديها في شغله، من غير الا بغيت تخلق لنا شي فوضى ولا شي فتنه. لقيت راسي في مدينه ابن جارير، انا ابن مدينه ابن جارير، وانا ابن مدينه اجادير. كنا مغاربه الحمد لله، ما كنعرفش نخرج عينيا، هادشي اللي عطى الله. ما تنساش واحد القضيه، راه الموت كاينه، عافاك ما تدي فلوس حد، ما تدي دعاوي حد، وعيش الحياه والوريضات. وهاد الوريضات كنهديهم لكل شي المغاربه داخل ارض الوطن ولا خارجها. الله يحفظكم والله ييسر اموركم وتبارك الله عليكم.